طول رمضان بنعمل كنافة وبقلاوة وقطايف والحاجات اللي هي كانت مطلوبة رمضان، لكن مع الوقت بيبقى في حاجات تانية اللي هي تحضيرها للعيد، إذا كان غريبة، بتيفور، بسكوت، كحك، معمول حسب البلد وحسب المكان ايه الحلو اللي فيها. بيتعمل على قد ما قدرنا نقول ان ممكن معظم الحاجات اللي بنعملها بتبقى مناسبة لكل الاماكن وكل البلاد. الغريبة في منها الغريبة بسكر البودرة او الغريبة بالجوز الهند، او اذا كانت معمولة بالموارد او حتى لو كان معمولة باللوز، كل نوع مختلف. نفس الشيء بالنسبة للمعمول ونفس الشيء بالنسبة للكحك. الكحك او البسكوت عموما بتبقى عجينته مختلفه من حاجه لحاجه. البيتي فور عاده او البسكوت بيبقى نسبه الزبده والسكر فيها اكتر، في حين ان الكحك اللي بيبقى فيها دقيق يا اما بنسميه معمول وبيبقى معمول من دقيق السميد اللي هو دقيق السمولينا او اللي هو الفرخه، او اذا كنا هنستعمله من الدقيق العادي اللي هو الطحين العادي. لو هنحط عليه شويه من الفانيليا، سكر بودره كميه صغيره، وبنستعمل خميرة ندوبها هنا في قلب المية، نحط المكونات كلها على بعض. دي بتبقى طريقة سهلة سريعة لعمل اللي هو الكحك اللي بيتسمى ممكن اللي هو شاميات، نوع مختلف من أنواع العجينة، بتبقى بسيطة مش طرية قوي زي الغريبة ومش ناشفة زي المعمول اللي هو بيبقى فيه دي سميد. بنعجن العجينة هنا، هو عجينة طرية شوية إلى حد ما، وبتبقى سمنة من الزبدة. وزي ما متعودين في كل مرة بنقول موضوع العجينة حسب العجينة عاملة إزاي، كل عجينة لازم أعجنها وقت كافي، بس عجين الكحك والبسكوت مش أكتر من دقيقتين أو ثلاثة في المكنة لغاية لما تبقى بس ملساء، لأنها بتبقى طرية يعني قريبة جدا وإحنا من الملمس بتاعها زي عجينة الغريبة، بس بتبقى أفتح شوية، دي بتبقى أغمق شوية لأن السمنة فيها أكتر وكمان فيها طحين أكتر أو دقيق أكتر من السكر البودرة، وسكر البودرة بيبقى في الغريبة بيبقى حجمه أكتر شوية. ديت عشان أعملها ممكن تتعمل بنفس فكرة المعمول بس بعجينة مختلفة. المعمول بيكون قلنا إن هو بيكون دقيق سيمولينا، أما المعمول اللي إحنا بنستعمله هنا هو بيكون مختلف شوية بدقيق عادي اللي هو الطحين العادي وطريه. ما نقدرش نجيب عجينه الغريبه ونعملها بالطريقه ديت، ولا هتفرول وهتفك وهتبقى حاجه ناشفه ما تنفعش تتحشي. يعني التشابه بيبقى في العجينه انها فيها كميه كتيره من السمنه لكن ما تبقاش بنفس الفكره. دي ممكن تتحشي وحسب الطريقه اللي انا هلفها بيها، ممكن احشيها تمر، نحط فيها تمر هنا بنكوره، بيبقى حوالي يعني تلتها تلت حجم العجينه نكور التمر، او اذا كنا عايزين نعملها باللوز خلينا نعملها الاول كام واحده هنا بالجوز ونخلي اللوز بعدين، نعمل كام واحده حشوات مختلفه ونخلي كل لون كل نوع بحشوه مختلفه. نعمل اللي هي البيضاوي الاول، بضغط عليها بالطريقه ديت، وديت ممكن نحط عليها نحط في قلبها التمر، نقفلها وعجينتها زي مختلفه تماما عن عجينه المعمول زي ما قلنا. ديت بتكون الفكره بتاعتها، ونعمل واحدة كمان نعملها زي بيضاوي كده زي التمرة، وبعدين بضغط عليها بعمل لها تجويف في النص. التمرة نفسها بعملها زي النوايا بتاعت التمرة، بضغط عليها وبعدين بقفلها بالعجينة، تتقفل بالطريقة ديت وبعدين بتتحط. يبقوا دول محطوطين هنا في الصينية، حطهم جنب بعض. والنوع التاني ده هعمله مدور وممكن يتحط فيه جوز، يبقى ديت اسمها زي ما بيسموها شاميات. ممكن بنفس العجينة، وهي الفكرة ان كنتوا في حاجات دي طرية شوية محتاج ان انا اعمل واحدة تانية. وانتوا بتعملوا الحاجات دي انتوا ممكن تبتكروا بعض الحشوات او تبتكروا في حاجات احنا متعارف عليها وبنخليها باسمها، ما بنقربش منها، ما بنعملهاش، ما بنغيرش فيها اي حاجة، لكن ده ما يمنعش ان في حاجات تانية الابتكار بيبقى عليه عامل وانتوا ممكن تغيروا وتعملوها بطريقة مختلفة. ديت الاشكال اللي احنا ممكن نعملها بالطريقة ديت. ديت بتبقى الفكرة بتاعت حجمها صغير وممكن يبقى فيها تمر، ممكن يبقى فيها حشوات مختلفة، وممكن كمان نعملها بنفس العجينة بس بشكل مختلف شوية. يعني العجينة طالما طرية كده ممكن بنجيبها ونحشيها بالجوز، نحط هنا شوية شوية من الفستق، احنا عملنا الجوز وندخلها الفرن، نجيب شوية فستق هنا ونكوره حوالي نص كمية العجينة. الأولاني احنا كنا بنقول تلت الكمية، دلوقتي نص الكمية.
ناخدها هنا ونكورها، وبعدها بناخد ديت وناخد العجينة ونحطها حواليها. نقطع جزء من العجينة، نحط الجوز هنا وتأكد ان هو مغطيها، والجوز ده عليه تمر. حط واحدة كمان كده اهو، وممكن نعملها حجم اصغر لو حبينا. قطع من العجين دايرة نحطها في النص نكورها، وبعدين ديت بناخدها وبيسموها ملوكيات على اساس ان نسبة المكسرات فيها كتيرة شوية، يعني زي اكل الملوك. تحط بالطريقة ديت، والمكسرات هتيجي من ان اجيب شوية من المكسرات زي الفستق المطحون، وهبل هنا الكور شوية بالله بشوية مية، وبعدين باخدها واحطها في قلب الفستق واضغط عليها. يعني انا بحطها كده بضغط عليها وبكورها، وده بيكون الشكل بتاعها. يبقى انا عندي دلوقتي الكور ديت فيها اصلا شوية من الفستق المجروش، وفيها فستق جوه مع تمر، يعني كمية كبيرة زي ما قلنا من المكسرات اللي هو بالفستق. وخليت الحشو التاني يبقى عبارة عن جوز وعبارة عن تمر لو حبيناه، وممكن لو حابين تحطوا عين جمل او اي مكسرات تانية. يبقى ديت الفكرة نفسها. بيتحطوا في الفرن، بيتسووا في فرن بيكون حرارته عادة 180. ومهم جدا ان انا ما احطش الاتنين مع بعض، يعني لو هعمل صينية من الشاميات او الكحك اللي هو معمول بالتمر ومعاه الجوز او اي نوع من المكسرات، ما احطوش مع بالمكسرات اللي هي فيها بندق، لان اللي فيها لوز، لان ديت مع الفستق اللي موجود جواها وكميه المكسرات اللي فيها مش هتاخد نفس الوقت. ممكن ديت تخلط تستوي في حوالي 13 دقيقه 15 دقيقه بالكتير، في حين دوت ممكن يقعد في نص ساعه. بس في الحالتين بيكون الفرن حوالي 180 درجه. وبعد ما تستوي، طريقه التقديم في الحاله ديت انا مش محتاج احط لهم سكر، يعني كل اللي احنا عملناهم دول مش محتاجين يتحط عليهم سكر، ممكن يتقدموا هم كده مباشره. فلو عندي المكسرات بكفايه ناخد طبق هنا ممكن تتحط بالطريقه ديت. وبالنسبه للنوع البسكوت اللي اتعمل، اما بيستوي بيكون احمر من فوق نفس اللون من فوق ومن تحت تقريبا واخد نفس اللون، يعني دوت مهم جدا ان انا ما احرقهاش وما اسيبهاش لمده طويله في قلب الفرن. نرص هنا الحلويات ديت. متهيألي مع انواع الحلويات اللي بتتعمل كل يوم، لو حبينا نخلي كل اللي احنا عملناه في رمضان كمرجعيه ممكن نستعمله حتى في الايام العاديه، يعني مش لازم يكون هي بس حلويات عيد وحلويات رمضان، ممكن تعملوها بعدين. واكيد هيبقى في وقت هتحتاجوا حاجه تشربوها مع الشاي او تاكلوها الصبح، فدي بتكون حاجات مناسبه جدا مش شرط بس تتعمل في المواسم. حط شويه هنا اهو كده. لو انتوا عايزين تعملوا الملوكيه بتاعتكم والملوكيات بتاعتكم بنوع مكسرات تانيه، اعملوها بلوز من جوه ولوز من بره، وديت ممكن تكون طريقه مبتكره مش لازم يكون بس بالفستق. تالي صينيه كده كفايه، نوع عجينه واحده تعمل منها اكتر من حاجه، ممكن النوعين نفسهم اللي معمولين، حاجه محشيه بالتمر، حاجه محشيه باللوز او الجوز، ممكن تبقى مدوره او تبقى بيضاوي او تبقى زي الكور، كلهم احلى من بعض وكلهم اظرف من بعض. ممكن تحطوا تمر مع اللي بالجوز، جربوها وشوفوها وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم.